بكم أبنائي الأعزاء طلاب الصف الثاني في درس جديد من دروس التعلم عن بعد. درسنا اليوم يتعلق بنشاط القراءة. عنوان نصنا عيد الأمهات. سنقوم في الحصة الأولى بمعالجة النص والتعرف على شخصياته والأعمال التي قامت بها. ننطلق في بداية حصتنا بتأمل الصورة المرافقة للنص. نتأمل الصورة. في الصورة ثلاث شخصيات: طفل أول، طفل ثاني، والأب بينهم أو الرجل. سنتخيل ما يدور بين الشخصيتين من حوار حول ماذا يتحاور الرجل والأب. عنوان نصنا قلنا عيد الأمهات. سنتخيل ما العلاقة بين هذه الصورة وعنوان النص. أتأمل الصورة المرافقة للنص وأتصور العلاقة بينها وبين عنوان النص. سنتخيل ما يدور بينهما في علاقة بهذا العنوان. إذن سؤال بطريقة أخرى: ما علاقة عنوان النص بالحوار الذي يدور بين الطفل والرجل؟ فكروا جيدا، اقترحوا. يمكن أن يتحدث الأب والطفل حول هدية عيد الأمهات، حول بحث طلبت منه المعلمة أن ينجز بحث حول عيد الأمهات. أحسنتم. أيضا أفكار أخرى، فكروا جيدا. هذه الصورة مرة أخرى. اختاروا الفكرة المناسبة للصورة ثم أقرأ النص لأتثبت من صحته. بعض الأفكار والاقتراحات التي ذكرتموها سنسجلها هنا. الطفل سينجز بحثا عن عيد الأمهات ويطلب المساعدة من والده. فكرة أولى. فكرة أخرى: الطفل يخطط لإعداد حفل عيد الأمهات. نعم ممكن. الأب معجب بسلوك ابن الجيران ويشجعه على بر والديه. إذن ثلاث أفكار وثلاث اقتراحات لنتأكد من صحتها. نقرأ قد نصنا قراءة صامتة في هدوء، نركز جيدا ثم نجيب. هذا نصنا. سأقرأ الجزء الأول من النص. قرب عيد الأمهات، فاشترى هشام قارورة عطر وأحضر الأب فطيرة شهية ومشروبات. دخل ابن الجيران، ركزوا جيدا، دخل ابن الجيران خليل قبل أن يبدأ الاحتفال، فبادره هشام بالسؤال: هل في الصورة هشام يتحدث مع خليل؟ لا، الرجل يتحدث مع خليل. فبادره هشام بالسؤال: هل اشتريت لأمك هدية؟ فقال: نعم، ولكني لا أنتظر عيد الأمهات، أنا أقدم لها هدية كل يوم. أضاف هشام: لا شك أنك تنفق على ذلك المال الكثير. ما دام الطفل أجاب بأنه يقدم هدية لأمي كل يوم وقال: أنا لا أنتظر عيد الأمهات، أنا أقدم هدية كل يوم. إذن أضاف هشام: لا شك أنك تنفق على ذلك المال الكثير. فأجاب خليل: لست مضطرا للإنفاق حتى أدخل السرور على قلبها، فأمي قنوعة، أكتفي بقبلة على جبينها أو أقطف لها وردة أو أروي لها قصة طريفة فتنبسط أساليرها. تنبسط أساليرها يعني تحس بالفرح والسعادة ويظهر ذلك على ملامحها ويعلو البشر محياها، فتغمرني ابتسامة وتسري بين جنبي طمأنينة. أعجب الأب بسلوك ابن الجيران خليلا وقال: أطع والديك واعتني بهما وأحسن إليهما، فما رضاء الله إلا برضائهما. أمضى أفراد الأسرة أمسية ود وسعادة هنأوا فيها الأمة وقدموا لها الهدايا. إذن أحسنتم. من خلال هذه القراءة وجدتم الفكرة المناسبة للصورة. نعم، أعجب الأب بسلوك ابن الجيران خليل وقال: أطع والديك واعتني
أعتني بهما وأحسن إليهما فما رضا الله إلا برضائهما. إذا الفكرة المناسبة للصورة، نعود إليها، أن الأب معجب، الأب معجب بسلوك ابن الجيران ويشجعه على بر والديه. إذا هنا الطفل هو خليل ابن الجيران، يتحدث إلى الأب ويشكره على طاعته لوالديه وحبه لأمه ويشجعه على أن يظل دائما بارا بهما. إذا هذه الفكرة المناسبة. في النص سيحتفل أفراد العائلة بمناسبة معينة. التعليمة: ما هي المناسبة التي سيحتفل بها هشام وأبوه؟ إذا سنجيب كما قلنا، نحذف أداة الاستفهام. المناسبة التي سيحتفل بها هشام وأبوه، أحسنتم، فكروا جيدا، عودوا إلى النص. نعم، المناسبة التي سيحتفل بها هشام وأبوه هي عيد الأمهات. جيد، التعليمة على ذلك من النص كالعادة. عودوا إلى النص قراءة صامتة واستخرجوا القليلة. أحسنتم، من يقرأ القليلة؟ قرب عيد الأمهات، فاشترى هشام قارورة عطر وأحضر الأب فطيرة جميلة ومشروبات. هذه القليلة موجودة في الجملة الأولى من النص. أعيد قراءة القليلة وتعيدون أنتم أيضا. قرب عيد الأمهات، فاشترى هشام قارورة عطر وأحضر الأب فطيرة شهية ومشروبات. إذا في القرينة دليل على المناسبة عيد الأمهات. قلنا أننا سنشتغل في هذا النص على الشخصيات والأعمال التي قامت بها. أربط التعليمة الثانية، أربط كل شخصية بالعمل الذي قامت به استعدادا للاحتفال. قام الأب بأعمال معينة وقام الابن أيضا بأعمال أخرى. سنربط الأب وهشام. الأعمال: اشترى قارورة عطر، أحضر فطيرة لذيذة ومشروبات. في الجملة الأولى من النص أحسنتم، موجود الإجابة. الأب ماذا فعل؟ نعم، أحضر فطيرة لذيذة ومشروبات. أحسن. وهشام اشترى الهدية. هشام اشترى قارورة عطر. تعودون إلى الجملة الأولى وتقرؤون. ذكر في النص: اقترب عيد الأمهات، فاشترى هشام قارورة عطر وأحضر الأب فطيرة لذيذة ومشروبات. إذا هذه أعمال الأب وهشام. خليل ابن الجيران يعبر عن حبه لأمه بطريقة مختلفة. هو لا ينتظر المناسبات ليقدم لها هدية، وهو لا ينفق المال الكثير ليقدم هذه الهدايا، بل هو يعبر عن حبه بدون إنفاق. تعليمة ثالثة: كان خليل ابن الجيران يعبر عن حبه لأمه كل يوم دون أن ينفق نقودا. أذكر ثلاث أعمال كان يقوم بها خليل ليدخل السرور على قلب أمه. تذكروا جيدا وعودوا إلى النص. أحسنتم، اقرأوا النص وابحثوا عن الإجابات ثم سندعو. كان أحسنتم يقبلها من جبينها، والقبلة لا تحتاج إلى نقود. كان يقطف لها وردة كل يوم. أحسنتم، فكرة أخرى، يروي لها قصة طريفة. إذا نعيد، الأعمال التي كان يقوم بها خليل ليدخل السرور على قلب أمه دون أن ينفق نقودا هي: واحد، يقبلها من جبينها، يقطف لها وردة، يروي لها قصة طريفة. إذا هذه طريقة خليل في التعبير عن حبه لأمه. في النص جملة تدل على سعادة أم خليل أكتبها. هذه الأعمال التي كان يقوم بها الطفل كانت تدخل السعادة والفرح على قلب أمه. قال الطفل في النص: فتنبسط أساريرها ويعلو البشر محياها فتغمرني ابتسامة. تنبسط أساريرها يعني تبدو على وجهها ملأ بالسعادة، يعلو البشر محياها، البشر هو الفرح، يظهر
تنشب على وجهها. النتيجة لسعادة الأم تغمرني ابتسامة، أن الطفل أيضا يسعد عفوا لسعادة أمه. أنت كيف تعبر عن حبك لأمك؟ إذا طريقتك في التعبير عن حبك لأمك تقترب من أحسنتم؟ نعم أحترمها، أحسنت، فكرة جيدة. أساعدها في أعمال المنزل أيضا مهمة تجعلها ترتاح وتحس بالسعادة لأنك طفل بار. أقدم لها وردة، فكرة أخرى. نعم أحسنتم. إذا هكذا أبنائي الأعزاء نكون قد أنجزنا بعض الأنشطة البسيطة حول الأعمال التي قامت بها الشخصيات في هذا النص. واصلوا إنجاز بقية التمارين الموجودة في الكتاب المدرسي. شكرا على حسن المتابعة، إلى لقاء في درس جديد.